عهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء مأدبة إفطار رسمية على شرف فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال. حضر هذه المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس السنغالي ورئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار الملك وأعضاء الحكومة ورؤساء البعثة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. ولدى وصوله إلى القصر الملكي استعرض فخامة الرئيس ماكي سال تشكيلة من الحرس الملكي أدت له التحية. في سياق ذي صلة خصص ساكنة مدينة الدار البيضاء استقبال شعبي وحماسي كبير لفخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال اللي كيقوم بزيارة رسمية للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس. فعلى طول طريق اللي مر منها موكب قائدي البلدين من القصر الملكي بالدار البيضاء إلى ساحة الأمم المتحدة احتجت جماهير غفيرة من ساكنة المدينة لتخصيص استقبال حماسي وبهيج لضيف الملك الكبير. وعبرت الجموع الغفيرة عن فرحتها وسعادتها الغامرة في هذا اليوم الميمون من بداية هذه الزيارة اللي غادي تمكن من إضافة لبنة جديدة لعلاقة صداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. فأول ردة فعل لمسؤول أوروبي عقب توقيع المغرب لاتفاقية جديدة لصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي أبدى وزير الفلاحة والغذاء والبيئة الإسباني مايكل أرياس كانيتي ترحيب بلاده بتواصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق الموقع أمس بالرباط. الوزير الإسباني قال على هامش ندوة قطعية حول الفلاحة بالعاصمة مدريد إن البروتوكول اللي توقع أمس من لدن كل من وزير الفلاحة وصيد البحري عزيز أخنوش ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر ماريانا داميناكي كتضمن تعديلات تقنية كتجعلوا اتفاق على نصيب كبير من الأهمية. قام العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول بعد ظهر اليوم بزيارة المصابين في حادث القطار السريع اللي زاغ عن سكته أمس بسان جاك دي كومبوستيلا شمال غرب إسبانيا مخلف 80 قتيل. وقدم العاهل الإسباني خلال هذه الزيارة تعازي لأسر الضحايا وقال في كلمة نقلتها قناة تي في أو الإسبانية إن جميع الإسبان متضامنون مع عائلات ضحايا هذه الكارثة في محنتهم مشيدا بالتنسيق والاستجابة السريعة لمصالح المستعجلين في مواجهة هذه الفجعة اللي كتعد من بين أسوأ الحوادث السكاكية اللي عرفتها إسبانيا. في الخبر يدي احتفل الأرجنتيني دييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد بوصول مواطنه جيراردو مارتينو إلى برشلونة اليوم لتوقيع عقد معه لموسمين يواجهه في كأس السوبر المحلية. وينتظر أن يقدم المدرب للجماهير يوم غد حيث غد يقود فريق بطل إسبانيا